طبعا هاي المهنه صارت مهنه بعد ما كانت عندي هوايه، ولدت معي من الصغر سبحان الله، وشوي شوي تطورت لحتى صارت باب من ابواب العيش الحمد لله رب العالمين. وصلنا لمرحله صرنا نعمل دورات لاصحاب الدخل المعدوم من الارامل والمهجرين اللي ما في عندهم معيل وهن بحاجه لاعاله. فسبحان الله صرنا نلاقي كثير قبول لهذا الامر في الشارع، خاصة أنه الأشياء اللي بنشتغلها بتعتمد على الأشياء التالفة اللي ما لها قيمة وتتحول لأشياء كويسة إن شاء الله بالأيام القادمة. في خطة عمل إن شاء الله يتحركوا لأشياء أحسن من هاي الشغلات اللي عم نشتغل حاليا، ونطور أعمالهم إن شاء الله تنزل السوق ويلاقوا قبول، وإن شاء الله ما يحتاجوا أي حدا من الناس. الدورة هي إعادة تدوير صناعة ورود، أشياء يعني ما لها قيمة عم تطلع من عنا شغلات كتير حلوة، وحبينا نتعلم هاي الشغلة. ممكن يوم من الأيام يعني نستفاد منها ببيوتنا، ممكن يعني نعمل مشروع صغير يعمل لنا دخل إلنا لأولادنا لأسرنا. هلا طبعا هذا أنا كلياته هاي الأشياء اللي لميتها أنا، طبعا حتى القماش من عند المنجد بيزيد عنده قطع قماش بروح باخذه من عنده، والبلاستيك بلاستيك معدل التلف طبعا انا قصيته بهالشكل وساويته هيك، وهذا كمان طبعا من الخيش وما شابه ونايلو كمان، يعني في نوع نايلو من هذا الورق عملنا منه هذا هالاشياء هي وطلع هيك بهالشكل.